بريطانيا وفرنسا قررتا بناء الجدار العازل المكون من 6 كتل خرسانية على الطريق المؤدي إلى مدينة كاليه الفرنسية لمنع عبور اللاجئين من مخيم الغابة إلى داخل الأراضي البريطانية. يصل ارتفاع الجدار لـ4 أمتار ولمسافة كيلومترا واحدا. هذا الجدار ممتاز لمنع دخول اللاجئين إلينا. لدينا الكثير منهم في بريطانيا ويجب أن نوقف تدفقهم إلى أراضينا. أمر حزين بصراحة. يجب أن نرحب باللاجئين ونترك لهم حرية التنقل. اللاجئين في كل مكان في أوروبا، فالقضية هي قضية عالمية ليست بريطانية فقط. الحكومة البريطانية أجرت تجديدات مكثفة للمخيم الذي يضم آلاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر من دول أفريقيا والشرق الأوسط. وبدأت الحكومة الفرنسية بتفكيك الخيام والأكواخ الصغيرة. هذا القرار أثار استياء جمعيات حقوق الإنسان التي طالبت بمنع هدم المخيم الذي يعيش فيه 6000 شخص. نحن نتحمل مسؤوليتنا الإنسانية بنقل العالقين هنا إلى بريطانيا، وعليها أن تتحمل مسؤولية إنسانية بضمهم. هذا المشروع أثار أيضا انتقادات عديدة في بريطانيا، فقد وصفت النائبة المدافعة عن البيئة كارولين لوكاس هذا الجدار بأنه خطير، ويجب أن يتم إنفاق هذه الأموال على جلب القاصرين العالقين في كاليه. بناء الجدار العازل تموله بريطانيا وبتكلفة 2 مليون جنيه استرليني. مخيم كاليه ومراقبة الحدود الفرنسية البريطانية كانت من أولويات الحكومة البريطانية منذ أن صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي. للقناة الإخبارية فاتن عبد الرحمن، لندن.